في هذا الفيديو راح نستخدم الشيت لحتى نعمل أول عملية visualization للشارت تبعنا. نقول مثلا إنه إحنا بدنا نستعرض بس خلينا أول نحكي أو نذكر نقطة إنه التابلو بيعرف لحاله يميز بين السترينج داتا والنمبر داتا، تالي هو حط الدايمنشنز في سترينج. اذا ملاحظين الكونتري نيم اعطاها زي اشاره جلوبال، ولانه هي اوريدي بتحتوي على اسماء الدول كلياتها فهو يعرضها في جلوبال. هلا لو جينا هون على الكونتري نيم كبسنا في زر الماوس بنلاقي انه هو بعطيني مجموعه من الخيارات سواء دوبليكيت نيم والى اخره. هلا ممكن نغير النام بس ما بدنا نغيره هالقد، هلا مجرد ما انا اكبس على اشارة الجلوبال هاي بلاقي انه بيعطيني نوع هاي الداتا، بحكي لي انها نوعها string، بينما طبعا هذا على كل البيانات اللي هون، بلاقي كمان هاي string وبلاقي كمان المجر names string، تمام. و نعمل undo بلاقي مثلا هون المجرز number وكمان 2014 number، مثلا number of records number all اختلفت، هنا كانت number decimal وإلى آخره. هلا هاي هي بالنسبة للداتا ست الموجودة أو البيانات الموجودة والكولمز الموجودة تبعها. لو بدي مثلا أمثل هاي الداتا وأعرضها في الشيت تماما مثل ما كنت بعمل دراج على أو البيانات اللي كنا ناخدها من اللي عملناها في الداتا أول شيء الأوريجينال كيف سحبناها ووضعناها، نفس الطريقة رح نسحب مثلا الكونتري نيم ونحطها في الشيت. هنلاحظ اوريدي انها ظهرت عندي كل التعيينات او كل الدول. هلا فعليا كيف تابلو بيعرف هذا الشيء، كيف بيعرف يميز مثلا ياخذ الدول ويفردها بهاي الطريقه او يوزعها على الخريطه بهاي الطريقه؟ الموضوع مو عشوائي، بيعتمد اوريدي على انه كل نيم للدوله الها خط طول وخط عرض، فبالتالي هي لها قيم وبالتالي بيعرض هاي القيم مباشرة، فهو مبرمج بالطريقة الذكية هاي انه على طول يجي يربطهم فيها. هلأ لو فرضا انا بدي اياه يعرض لي هاي التوزيعة الكونتري في مثلا سنة 2016، باخد 2016 واوريدي بلاحظ انه اتغيرت توزيعة فينا نقول البيانات أو توزيع النقاط، تعيينة النقاط. هلأ اللي بيحصل في 2016 مثلا هاي تمام، بالتالي اللي بيحصل هون إنه إحنا صار عندي توزيعة مختلفة للcountry name بناء على شو كان السم تبعها في 2016. يعني مثلا نروح على كولومبيا، كانت 2016 مبيعاتها نقول مثلا 282 مليون أو مليار مبيعة، 58 في 2016 لمنطقة لوكسمبورغ في إثيوبيا 72 وإلى آخره. هلأ بنلاحظ أنه في توزيعتنا للكونتري أخذ الكولومز اللينجتيود والروز لاتيود، وبالتالي هو بهذا الأساس عمل جنريت لكل مكان أو عمل جنريت فينا نقول لكل كونتري كيف تم توزيعها. الشغلة الثانية اللي بدي أنوه لإلها إنه لو روحنا على هاي الناحية عند الصم نلاحظ إنه كل حجم مبيعات أو كل سوري كل حجم جي دي بي موجود عندنا
في كل دولة أو في كل عند كل قيمة إلها حجم دائرة مختلف. هلا كيف ممكن أنا ألعب في السايز؟ إنه أنا ممكن أعمل إديت للسايز بحيث إنه أنا أغير أو أكبر توزيع أو فينا نقول حجم النقطة أو الدائرة، بالتالي مثل ما احنا ملاحظين تغير حجم الدائرة. يعني مثلا يونايتد ستيت كانت 18، GDP تبعها في 2016. هلا الحاجة اللي بدي أعملها كمان إنه أنا بدي أجرب مثلا GDP الخاص ب 2015، نقول مثلا 2016 بدنا نعمل لها ريموف، بالتالي انحذفت وبدي أرجع أجيب 2015. بلاحظ في 2015 اتغيرت توزيعتها بشكل تاني مختلف. لو مثلا بدي أحسب لو كنا بدنا نعرض النتائج بنسبة مئوية، مثلا نقول على quick table calculation بنروح على percent of total. لو رحنا مثلا بنلاقي عن جنب كل دولة بتظهر عندي بنسبة مئوية، يعني مثلا United States 2.93، China 1.79، Germany 55%، 47 United Kingdom من 100 برضو، Spain 19. نروح على ناحية الدول العربية هون، Egypt 5%. تركيا 14، سعودي أرابيا 14%، يونايتد أرب 6%. لهون احنا حاولنا نشوف تطبيقات على أول شي، طبعا احنا اتفقنا ممكن نغير الاسم تبعها من خلال كبس مرتين عليهم، نقول مثلا نسميه GDB compare، ولاحظ انه اسمه تغير. هاي الطريقة انا قدرت اعمل اول visualize للبيانات الموجودة عندي، ال country name مع السنة تبعتها مع قديش كانت كل نسبتها لكل دولة بهذيك السنة.